في النهايه بس المدرب هو صاحب القرار الفني. برضه شوف اقول لسيادتك ماشي، المدرب يروح جايب فرقه زباله وبعد خمس ست ماتشات يتغلب يروح سايبني وعككني يبقى مين اللي هيشيل؟ انا بس فانا هو نظامي كده يعني انا ده هم كلهم مدربين محترمين، انا هعرض عليك لعيبه انت تقول يعني انا اقول لسيادتك انا هعرض عليك لعيبه انت تقول لي تقول لي لا ما انا قلت لسيادتك لعيبه سوبر مدربين كبار قوي قالوا لي لا ها ما كانواش عارفين الخلفيه الكبيره انا عارف زي مين ما أنا مش هقول لك لا مش هقول لك لا قول لي على لعيب مثلا محمد شريف محمد شريف فعلا اسمه ايه ده غير كده الولد اللي قلت لك اللي انا مصطفى فتحي لا مصطفى فتحي لا. لا لا احمد سامي لا احمد سامي بص احمد سامي صغير بس هو متفتح جدا 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 انا هتكلم في احمد سامي بس قول لي محمد شريف انت عرضته على مدرب على مدير فني على مدير فني كبير جدا كبير جدا لا ما لا مش هقول عشان بص عايز اقول حاجه اسمعي انا تربطني بيهم علاقات طيبه لا لا لا. وبعدين تربطني بيهم لكن محمد شريف حضرتك عرضته على مدرب كبير جدا قالك لا قسما بالله العظيم حصل والولد اللي هو بتاع نادي المريخ اسمه ايه ده وبرده بتاع نادي دمنهور اسمه ايه فتحي ده بعت الشيك لنادي دمنهور والدكتور احمد عاشور اللي هو ماسك الناشئين في فاركو يقول لك ان هو اول واحد كلمني عليه وانا اثق فيه ثقه عمياء قال لي يا باشمهندس انا جايب لك هديه هتفضل تشكرني طول العمر قلت له مين قال انا جايب لك لعيب هيحترف في اوروبا وفعلا كيروش قال اللعيب اللي في المنتخب يحترف في اوروبا وعارف كمان مين تاني